أطلق المصمم نيكولا جوفران مجموعته الجديدة لخريف شتاء 2016-2017. المجموعة فيها 35 قطعة وفستانين فرح. نفسي أعرف ليش بس فستانين نيكولا؟ التصاميم كلها كوتور، والمجموعة بتحمل اسم بلندا اللي يبدو إنها الميوز الخيالية لنيكولا، واللي بتلف مختلف أنحاء العالم متأثرة بالحضارة الفارسية، المصرية، الهندية وكمان الفرنسية. هالقطع هي مطرزة بالورود مع النقشات الهادئة والقماش الشفاف، والفساتين الطويلة بيتدخل فيها القماش الحرير مع التيول، وفي مجموعة من الفساتين القصيرة اللي صارت بصمة لنيكولا وبتتميز بالألوان الترابية بالإضافة للونين الأحمر والكحلي. أما فساتين الزفاف فهي بدون شك ملكية باللونين الأبيض والذهبي، تميزت بالكلاسيكية واهتم كمان بشكل كبير بالتطريز الملفت. المجموعة اللي كلها ديتيلز وأنوثة بالتأكيد رح تسيطر على الريد كاربت في أهم المناسبات والمهرجانات المقبلة، وكل النجمات لنيكولا جبران مصممهم المفضل رح يبهرونا بإطلالاتهم بهالقطع الجديدة، وطبعا أبرزهم رح تكون أصالة، نجوى كرم، جيلو وغيرهم. ونقدر نضيف على الأسماء دي مايا دياب اللي شكلها اتصالحت معاه بعد ما بعدت عنه فترة طويلة، واختارت كمان ديزاينرز غيره، وكمان ما حضرتش أي إيفنت هو كان عامله لفترة طويلة جدا. صح يا باسل.